حلب ينضم إلينا بهاء الحلبي مراسل شبكة حلب نيوز. إذن كما أوردنا هناك قطع لطريق رئيسي لإمداد النظام من قبل طبعا يعني الكتائب التي تقاتل معلومات أوفا. نعم أهلا بك سيد محمد. حتى هذه اللحظة الثوار لم يقطعوا الطريق الرئيسي لقوات النظام وهو الطريق الوحيد، ولكن اقتربوا من قطعه. الثوار حتى هذه اللحظة تمكنوا من قطع طريق الإمداد العسكري لقوات النظام إلى حي الشيخ سعيد بعد السيطرة على عقدة طرقية بين حي الراموسة وبين حي الشيخ سعيد، وبعملية نوعية أخرى أيضا تمكنوا من السيطرة على قرية الراشدية والشيخ محمد. هذه القريتين تقعا أو قوات النظام تستخدمهم لتحسين طريقهم الرئيسي الوحيد، وبهذه السيطرة أتاح للثوار الاقتراب أكثر إلى الطريق وقطعه ورصده، وربما يعني نشهد في الأيام القادمة قطع الطريق الرئيسي كون الثوار يقتربون أكثر فأكثر إلى هذا الطريق. بعملية نوعية أخرى أيضا الثوار تمكنوا من رصد ناريا طريق الإمداد إلى إلى السجن المركزي بعد قطع طريق الإمداد من قرية حيلان، وبعد السيطرة أيضا على كتلة معامل في حندرات. هذه العملية النوعية شملتها الثوار تحت حملة انتفاضة حلب، والتي تهدف إلى قطع طرق إمداد قوات النظام إلى سكنات عسكرية له وإلى مناطق حساسة تكون نقطة للارتكاز ونقطة لإرسال التعزيزات العسكرية له. طب فيما لو سيطر الثوار على هذه المناطق اللي تتحدث عنها، ماذا يكون قد كسبوا حقيقة على الأرض من الناحية العسكرية والجغرافية؟ يعني هم الثوار يستفيدوا من هذه السيطرة الوصول أكثر إلى قطع الطريق الرئيسي. يعني محاصرة النظام في سكناتيا العسكرية في مدينة حلب، يعني شبه النظام انتهى في مدينة حلب. الثوار يسعون إلى ذلك بعمليات نوعية بسيطة قبل ابتداء معركتهم الكبرى التي توعدوا بها، هي معركة فتح حلب. حتى هذه اللحظة هناك أكثر من 3 عمليات نوعية شهدناها في مناطق عديدة، الهدف منها كما قلت لك قطع طريق الامداد الرئيسي لقوات النظام ومحاصرته لبدء معركة فتح حلب. العمليات طبعا ليست تركزت في المنطقة الجنوبية، أيضا في منتصف المدينة التي لا تبعد كثيرا عن ساحة سعد الله الجابري في حي الجديدة تمكنوا من السيطرة على أكثر من 15 نقطة استراتيجية في حي الجديدة في حلب القديمة. طب من هي الكتائب التي تقاتل في هذه المناطق تحديدا؟ هناك كتائب عديدة وفصائل عديدة تحت حملة انتفاضة حلب، وأهمها هي كتائب الفوج الأول وأيضا كتائب الصفة الإسلامية وفصائل أخرى تقاتل صفا واحدا في هذه المعركة، وينفذون عمليات نوعية في مختلف المناطق. شكرا لك من حلب بهاء الحلبي مراسل شبكة حلب نيوز.